ده فيديو واحد عايز يقول لك كلمتين مش محضر لأي حاجة خالص، حتى المحتوى بتاع الحلقة دي جاي من الغرب ومن الشرق، بس الرسائل الموجودة في الفيديو دي كافية إن هي تغير حياتك كلها لو عملت منها لو حاجة بسيطة بس إن شاء الله. فيلا بينا نبدأ. في البداية لما بتمر بأزمة كبيرة في حياتك أو مشكلة بتواجهها، أحيانا بيجيلك إحساس في وسط المشكلة إن هي دي النهاية وملهاش أي حلول، زي ما بنقول كده خلاص انتهت وخلصت الحكاية، وده طبعا مش صح. البلاء والفتن والمشاكل اللي انت بتمر بيها كلها مقدرة من الله عز وجل، وأغلبها بياخد وقتها وبيعدي وبتمر وبنكمل بعدها، وكمان بتبقى ذكرى ودرس استفدنا منه حاجات كتيرة مرت في حياتنا. والأهم في المرحلة إن المشكلة ما تاخدش أكتر من حجمها، وطول فترة المشكلة ملجأك وملاذك الوحيد لله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو اللي قدر كل اللي انت بتمر بيه، وهو وحده اللي هيخرجك منه. وخلال الفترة دي في شوية حاجات لازم تاخد بالك منها كويس قوي. ما تفكرش في الماضي وما تتعلقش بأي حاجة فيه، لأن الحاجة اللي انت كل شوية بتفكر فيها دي لو كانت خير ليك كانت فضلت معاك لغاية دلوقتي، واللي مكتوب ليك هيجيلك رغم ضعفك، واللي مش مكتوب ليك مش هيجيلك رغم قوتك. فخليك مع ربنا سبحانه وتعالى تعالى وكل حاجة هتكون معاك. بعض البشر ما بتغيرش مهما حصل، فما ترهقش نفسك ووقتك ومجهودك معاهم على الفاضي. وكمان انت مش عايش في الدنيا علشان تاخد كل حاجة فيها، انت عايش علشان عبادة ربنا سبحانه وتعالى والرضا بقضاء وقدره في كل شيء. وعيش كل يوم بتمر بيه كأنه اليوم الاخير ليك، علشان انت مش عارف متبقي ليك في الدنيا قد ايه. كمان مش كل حاجة هتتقال عليك هتهلك نفسك في التفكير علشان عايز ترد عليها، اتعلم التجاهل شوية، وما تتعودش على الشكوى علشان همومك هتزيد، وعود نفسك على الحمد لله واحمد ربنا سبحانه وتعالى، وقتها بس سعادتك هي اللي هتزيد. وكمان مش كل حاجة هتخسرها هيكون اسمها خسارة، بالعكس ده اوقات كتيرة اقسم بالله بيبقى مكسب كبير جدا، وانت بفكرك الضئيل الضيق مفكر انه خسارة. وخلي حياتك كلها مبنية على جملة لعله خير، ولو مش عارف قصة لعله خير اول فيديو في القناة هتلاقي فيه قصة كاملة. حاجة تانية، لما ربنا سبحانه وتعالى يخرجك من اللي انت فيه بسلام وترجع وتقف تاني على رجليك، اوعى بعدها تغتر بعلم او منصب او كارير، ربنا وحده بس سبحانه وتعالى اللي وفقك ليه. واعرف بس انت مش ذكي ولا مجتهد ولا حتى متفوق، انت موفق بس مش اكتر. ربنا سبحانه وتعالى يسر لك التعليم ووقف لك في طريقك حد ياخد بايديك، وحوطك بناس تشجعك ونصرك على كل الناس اللي حاولت تقف في طريقك ده. وافتكر دايما ان في الدنيا الاف الاذكياء والنبهاء اللي ما تيسرتش ليهم الظروف وبقوا في المكان اللي انت فيها دلوقتي، فلازم تتواضع وتكسر نفسك دايما بين ايدي الله عز وجل. وافتكر دايما الجملة دي وما تشيلهاش من ودانك ابدا لما تعمل حاجة وتغتر بيها وتفتكر انك عملت حاجة بشطارتك. لا يا كوتش غلطان، انت ما عملتهاش بشطارتك، انت في الاول وفي الاخر موفق مش متفوق. وبس كده انا خلاص خلصت. سلام عليكم.